هاي السيري دو من بيجو واحدة من أكثر السيارات نجاحاً للشركة الفرنسية وهي من الأكثر مبيعاً أيضاً. السيري دو عم نحكي فيها أكيد الـ 208 هلأ بالـ 2013 هالـ 208 يلي أكيد هي الفرسيون الجديدة للـ 207 وقبلها الـ 207 كانت الفرسيون الجديدة للـ 206 ولـ 206 وكنا شفنا أكيد 205 قبلها. السيري دو مثل ما حكينا عنها كتير ناجحة خاصة من ناحية الحجم من ناحية المصروف من ناحية الثبات على الطريق مشان هيك تعتبر كمان مطلوبة جدا بأوروبا يلي أكيد بحاجة لكل زاوية وكل موقف سيارة نقدر نحط سيارتنا فيها وكمان بلبنان صرنا مع زيادة عدد السيارات صرنا بحاجة لسيارات صغيرة رغم أنه هالسيارة تعتبر مش very small car يعني it's a small car بس مش الحجم الكثير صغير من ناحية السيارات اللي عم نشوفه هلأ كمان بالسنوات الأخيرة. البيجو 208 مشاهدينا انطلقت بالعام 2012 من شركة بيجو وكانت الانطلاقة طبعها من معرض جنيف بسويسرا بعام 2012 تحديداً. الشكل اكيد تغير صار اكثر تطورا اذا بنشوف الفرونت فيو من السياره المصابيح الاماميه كمان قد ايه صاروا حلوين كريستال اكيد وصار شكلهم كثير احلى من ال 207 بنشوف كمان الجريل الامامي لها ال 208 وكمان من تحت السبويلر ليعطيها الطابع الرياضي. السياره تعتبر ستودنت كار كمان بنفس الوقت تعتبر سياره للسيدات وحتى للرجال اللي للبزنس مان اللي بدهم سياره صغيره يتنقلوا فيها كل يوم ينزلوا فيها على اشغالهم. بنتابع جولتنا على السياره كنا شفنا اكيد الفرونت فيو رح نشوف سايد فيو منها وكمان الباك فيو شفناها ببدايه الحلقه ورح ندخل كمان نشوفها من جوا نشوف قد ايه فيها صار شكل حلو من ناحيه الديزاين الداخلي خاصه الكونسول والبورد وصولا الى ابواب السياره كمان بتشوفوا من سايد فيو الاشارات الموجودين بالمرايه ليعطوها اكثر شكل اجمل من برا. من الداخل عم تشوفوا قد ايه السياره انشغل عليها لتصير كمان من جوا من حيث الشكل والديزاين احلى واحلى. بتشوفوا اللون الاسود الطاغي على الكونسول اضافه للابواب ايضا ماسكات الكروم كمان ظاهرين بطريقه كثير حلوه. من جوا في عندنا الراديو سي دي بنتحكم فيه كمان بالريموت كنترول وملاحظين الطريقه اللي صار موجود فيها الراديو بالكونسول. عندنا 2 ايرباجز اوتوماتيك اي سي كلايمت كنترول مالتي زون عندنا الفوج لايتس من الناحيه الاماميه اضافه لبقيه الامور. والحلو فيها لهالسياره هو الفولان اللي صار معمول بطريقه اصغر وبنشوف يعني كانها سياره رالي من حيث المقود الموجود فيها ديركسيون كثير صغير من حيث الحجم وكمان كثير شكله حلو وبيذكرنا مثل ما حكينا بالسيارات الرياضيه. اليوم معنا المانوال ترانسميشن 5 غيارات للسرعه محرك 1.2 لتر اكيد مصروف بنزين ممتاز جدا لهالسياره هيدي توصل قويتها ل 82 حصان بس بدي اقول لكم انه هال 82 حصان كثير منيح بما انه مشاهدينا الوزن تبع 208 صار اخف من 207 بحوالي 120 كيلوغرام وبالتالي هال 120 كيلوغرام اللي انشالوا من السياره صاروا يعطوها سرعه اكبر. الاهم بيجو اليوم اللي عم تقدمه هو هالعروضات الكبيره خاصه عبر اوتوفوكس. كل الاشخاص اللي عم يشوفوا السياره عبر اوتوفوكس بيتوجهوا على الشوروم الاساسيه اللي هي بكورنيش النهر الفرع الاساسي اكيد وصولا لبقيه الشورومز بلبنان الموزعين بجونية طرابلس صيدا صور وبالشوف ايضا. التسهيلات كثير كبيره مثل ما حكينا 0% دفعه اولى بتوصل نسبه التسجيل فيها او مده التسجيل لسبع سنوات وصولا كمان لثلاث سنين وارنتي على السياره او 100,000 كيلومتر والتسجيل كمان اللي هو عم تقدمه شركه بيجو لكل زبائنا وكل مشاهدي اوتوفوكس. بدي لكم السياره اكيد 2013 وزيرو مايلج سعرها هو 15,900 دولار اول انكلودد مثل ما حكينا كل الامور اللي ذكرناها خاصه التسجيل وغيرها من الامور كله او اضافه للجارانتي بتحصلوا عليه بهالسعر المميز هيدا للسياره المميزه اللي معنا اليوم باوتوفوكس بيجو 208 2013. أنظمة عديدة بالسيارة ABS أكيد موجودة فيها عندنا نظام الـ EBA الـ Emergency Brake Assistance وهيدا نظام كثير أساسي بالسيارة يعني حيالة فران
ممكن نضطر نعوزه بطريقة مفاجئة. طلع أي جسم غريب قدامنا السيارة فيها نظام EBA لن تقدر توقف بطريقة كتير ثابتة من دون أي مشاكل، إضافة لنظام Electronic Brake Pressure Balance بيعطي توازن لنسبة توزيع الفرناج بالسيارة على الدوليب الأربعة. إذن هذه كانت سيارتنا لليوم بجودة الصعويد. المزيد من السيارات بحلقات قادمة دائما عبر MTV وأوتو فوكس. سوقع مهلكون، تشاو. Oliver, 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 Oli